نحن اليوم في جامعة الموصل حيث نناقش رسالة ماجستير بعنوان الشعارات الحزبية والهتافات الجماهيرية في العراق 1920-1968 دراسة تاريخية في جدلية العلاقة بين السلطة والجماهير. هذه الرسالة التي قدمها الأخ الأستاذ نجم عبد الله وبإشراف الأخ الأستاذ الدكتور مجول الجبوري. الرسالة الحقيقة تتناول موضوع مهم جدا وحيوي، وهو ما يعكس لنا التاريخ السياسي للعراق منذ الثورة العراقية الكبرى 1920 وحتى 1968. بالتأكيد الشعارات الحزبية والهتافات الجماهيرية تؤكد حالة سيكولوجية يعبر فيها الشعب أحيانا عن مطالبه أو عن ما كان يريد من السلطة من خلال إما الشعارات الحزبية وإما الهتافات الجماهيرية وحتى النكات السياسية. حقيقة هذه الرسالة رسالة مهمة جدا، وأنا سعيد جدا أن أكون رئيس للجنة مناقشة هذه الرسالة. حقيقة حضوري في هذا اليوم إلى جامعة الموصل كلية التربية تحديدا قسم التاريخ هو لمناقشة رسالة الطالب نجم عبد الله. الرسالة موضوعها كان متميز جدا وتناول فترة تاريخية مهمة في تاريخ العراق الحديث والمعاصر، وبذل الطالب وأستاذه المشرف جهدا علميا كبيرا في إعطاء معلومات تناولت موقف الجماهير من الأحداث التي سادت في العراق، وهي مهمة جدا من عام 1920 إلى عام 1968. وحضوري كان حقيقة له فائدة كبيرة بالنسبة إلي، أنه جامعة الموصل ما شاء الله بدأت تستعيد عافيتها ومرتبتها العلمية، فهي الجامعة العلمية رقم 2 بعد جامعة بغداد. تجري اليوم مناقش رسالة الماجستير الموسومة للشعارات الحزبية والهتافات الجماهيرية في العراق 1920-1968 دراسة تاريخية في جدلية العلاقة بين السلطة والجماهير. باختصار موضوع الرسالة هو من المواضيع الجديدة والبكر على الساحة الأكاديمية العراقية، لم يسبق أن تطرقت إليه أي دراسة آنذاك لا من بعيد ولا من قريب. الرسالة طبعا بمضمونها حاولنا يعني إبراز صورة المشهد السياسي العراقي خلال المرحلة التاريخية 1920-1968، وركزنا فيها على ما طرح بها من شعارات حزبية ومن هتافات جماهيرية. أردنا بذلك أن نوصل للقارئ سواء الطالب في الكليات أو القارئ العادي، حاولنا يعني ربط أحداث تلك المرحلة التاريخية بما يجري اليوم في العراق بعد عام 2003. الدراسة مثل ما أشرت هي جديدة ومن دراسات البكر، والطالب طبعا أجاد في رسم هذه الصورة، وإن شاء الله تكون هذه الرسالة مرجع لكل طلاب الدراسات العليا الذين لديهم رغبة في الكتابة بتاريخ العراق السياسي المعاصر.